مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد هذه أبرز العناوين من حمالية كبيرة لنادي الوداد الرياضي بعد تغلبه على سيمبا التنزاني في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا خوان كارلوس غاريدو مباريات كهذه تحتاج لتجربة وحققنا الأهم بالتأهل إلى نصف نهائي عصبة الأبطال سعيد شيبا مدرب بعثة المنتخب الوطني المغربي للفتيان يخرج بتصريح لا يصدق بخصوص الاستقبال في الجزائر حفيظ دراج هي يحاول استفزاز المغاربة بسبب بعثة المنتخب المغربي للفتيان وهذا ما قاله مدرب نادي مارسيا فرنسي يحسم في قرار عوده المغربيه من حريت الملاعب بيد الاصابه التي كان قد تعرض لها وهذا ما قاله تمكن فريق نادي الوداد الرياضي لكرة القدم من ضمان من حمالية مهمة بعد تأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على ضيفه سيمبا التنزاني في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء يوم أمس الجمعة 28 أبريل 2023 على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وسيحصل الفريق على منحة مهمة من الكاف بعد البلوغ نصف نهائي دوري الأبطال بحيث سيستفيد الوداد من مبلغ 870 ألف دولار وهي المنحة التي يخصصها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف للأندية المؤهلة لدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا وبإمكان الوداد الرياضي ضمان مبلغ مليون فاصلة دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في حال التأهل إلى المباراة النهائية إضافة إلى مبلغ مئة وعشرون مليون سنتيم إضافي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكد خوان كارلوس غاريدو مدرب نادي الوداد الرياضي أنه حقق الأهم بالتأهل فريقه إلى نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على سيمبا التنزاني بركلات ترجيح 4-3 وقال غريد في الندوة الصحفية التي تلت المباراة نحن سعداء لأننا فزنا ولم نلعب بشكل الذي كنا نريده في آخر المقابلة كنا نستحق ركلة الجزاء في نظري والوقت الإضافي خمسة دقائق كان على الحكم منحنا على الأقل 10 دقائق أنا أقول هذا لأن هدفنا كان هو حسم المباراة خلال وقتها الأصلي وصلنا لركلات ترجيحه ولكن الفريق عليه أن يعرف صعوبة الفوز بالمباراة حققنا هدفنا وهو التأهل وهذا أهم شيء حيث أضاف المدرب قائلا في تصريحه مباراة كهذه تحتاج للتجربة وفي الكثير من المرات تكون صعبة وفي بعض الأحيان لا تلعب بالمستوى الذي تريده ولكن يجب معرفة تسير المباراة ونحن نجحنا في القيام بذلك اليوم واتم حديثه قائلا صحيح ان هنالك نواقص لن اقول بان المباراه كانت رائعه لقد شاهدنا العديد من الامور يجب اصلاحها في بعض الاحيان لكن يبقى التاهل هو اهم شيء أثناء سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني المغربي الاقل من 17 سنه على الاستقبال الذي لقيته باتت المنتخب المغربي بالجزائر مبرزا ان النخبه الوطنيه استعدت بشكل جيد لخوض كاس افريقيا للامم كما اكد ان حضور المنتخب المغربي قائمه وانهم على علم بقوه منافسيهم بالمجموعه وقال سعيد شبا في تصريحه للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية بعد وصول المنتخب إلى الجزائر لم نتفاجأ بالاستقبال الطيب الذي دعونا عليه الشعب الجزائري وهو الشيء منتظر دائما من الشعبين الشقيقين وتابع قائلا أن الحمد لله ليست هنالك أي غيابات والاستعدادات مرت في أجواء جيدة ولأطول مدة ممكنة واخترنا السفر قبل يومين في رحلة عادية مدتها تقل عن ساعتين وتشبه التنقل الفريق في مباريات المحلية وأردف المدرب في حديثه قائلا المجموعة الثالثة قوية والطريق إلى كأس العالم يحتم عليك مواجهة منتخبات قوية صحيح أن المنتخبات مجموعتنا قوية جدا لكن علينا أن نقاتل من أجل حظوظنا التي هي قائمة كمعظم المنتخبات المشاركة في حديثه عن سفر المنتخب الوطني المغربي للناشئين إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت السبعة عشر سنة، كشف المعلق الرياضي الجزائري حفيد الدراجي أن طائرة الخطوط الجوية الملكية المغربية لكرة القدم التي تقل المنتخب المغربي قد أقلعت من مطار رباط بإتجاه مدينة قسنطينة بالجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للأمم للناشئين، وأضاف الدراجي في تغريدته على تويتر قائلا محاولة الاستفزاز المغربى كان يمكن يمكن فعل نفس الشيء مع المنتخب المحلي سابقا وتجنب كل التوتر والاحتقان وخاصة وأن الجزائر أكبر من أن تمنع منتخب مغربي من دخول أراضيها وتابع قائلا الجزائر تسرع على حظر الطيران المغربي من التحليق فوق الأجواء الجزائرية لأسباب سياسية وأمنية وهو قرار سيادي لم يطرأ عليه تغيير ووصل بوق الكبرانات حديثه قائلا مرحبا بأولادنا في بلدهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أهلكم تحدث ايغور تودور مدرب اولمبيك مرسيليا الفرنسي عن الحاله الصحيه للاعبيه فيهم الدولي المغربي امين حريت وذلك قبل مواجهه اوسكير بعد غد الاحد وقال تودور في النطوة الصحفيه الخاصه بالمباراه الكل بخير لا اعتقد ان امين حريت سيعود اننا نفتقده كثيرا وهو لاعب رائع سيكون قادرا على العوده للتدريب قريبا وظهر حريج في الحصه التدريبيه لفريقه صباح امس الجمعه وذلك كجزء من برنامجه التأهيلي الذي يخوضه اللاعب من أجل العودة إلى الميادين شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية